سلطة المعكروني، طبعا تقدرون تستعملون اي نوع معكروني يعجبكم. هذه النوع من السلطة تكون سباجيتي، تكون البا معكروني، تكون شيلز، تكون بوتاي، تكون تقريبا مقوسة مثل هذه. انا راح استعمل اليوم الجاردن ديلايت اللي هي تكون انواع مختلفة ملونة من المعكروني، يكون بيها شوية نوع من الفيجيتابلز طبعا من هيجي هذا اللون هيجي، يعني مثل السبيناخ والطماطه، بيكون طعمها كلش طيب لهذا النوع من الزلاطه. صراحه طبعا هنا عندنا مي يغلي، خلينا بيه ملح وخلينا بيه زيت الزيتون، وراح نترك الباستا حتى تنطبخ الى ان تلين وتصير تمبر. الباستا انطبخت زين نايس اند سوفت، راح نشيلها ونصفي المي المتبقي بيها، نتركها حتى تبرد زين. الباستا بردت زين، طبعا صفينا المي مالتها كلها، راح نخليها بناء مثل هذا عميق. Look how beautiful. لهذا راح نضيف فلفل واحد برتقالي لونه، راح نخلي 3 انواع من الفلفل، تقدرون تستعملون اي لون اللي يعجبكم. فلفل واحد اصفر طبعا كلها مفرومه، فلفل احمر مفروم، اذا ما يعجبكم تستعملون اي من هذه الالوان تقدرون تستعملون حتى فلفل اخضر، او تقدرون تستعملون كله احمر كله اصفر شلون ما يعجبكم. 2 طماطه حجمها كبير مفرومه، 6 إلى 8 بصل اخضر مفروم حسب الحجم مالته. راح نخلي ملعقة إلى ملعقتين ريحان بيزل فرش مفروم ناعم، راح نخلي كوب واحد زيتون الكلاماتا اللي هو الزيتون اليوناني، قسمناه بالنص طبعا منزوع النوى من عنده وقسمناه بالنص، وراح نخلي تقريبا 8 أونسز أو فيتا تشيز قطعناه على شكل مكعبات، اخر شيء راح نخلي ملعقه كوب ثايم اللي هو الزعتر الفرش، تقدرون تستعملون الجاف همينه، واخر شيء راح نخلي ربع كوب جبن البارميجان المبروش طبعا. What a beautiful combination of colors and ingredients together. شوفون شلون طبعا منظرها الى درجة حلو هذه السلطة، وراح تكون كلش صحية وكلش شهية بنفس الوقت. صراحة نحضر الدريسنج الصوص اللي راح نخليه على الزلاطة. هنا عندنا نص كوب زيت الزيتون من النوعية الزينة كلش طبعا، دائما من نسوي صوص مع الزلاطة نحتاج نستعمل نوعية زيت الزيتون اللي هي أحسن النوعية طبعا. هنا راح نخلي 1/3 كوب خل احمر، تقدرون تستعملون ابل سايدر، تقدرون تستعملون واين ريد واين فينيجر، طبعا نخفق كل الزين الى ان يصير نايس اند كريمي. خفق الصوص طبعا اللي بيه زيت الزيتون والخل مثل هذا ينطينا بيوتيفول نايس اند كريمي دريسنج بيوتيفول. تشوفون ما خلينا اي ملح بالدريسنج او بالزلاطه، لانه الزيتون مالح يكون والفتا تشيز همين تكون مالحه، فنحاول ان ما نضيف ملح اكثر، بس اذا احتاجيتوا تضيفون ملح اكثر تقدرون. راح نخلط كلها حتى تتلوث زين بالصوص. And it looks beautiful. Nice looking salad. Gorgeous. راح نصبها في إناء مثل هذا بالتقديم. Perfect. Just like that. Beautiful salad. هذا النوع من السلطة تقدرون تاكلوه حتى واحدة ويا قطعة خبز إلى وقت الغداء، أو تقدرون تستعملوه as a side dish إذا عندكم أي نوع من اللحم، إذا chicken إذا beef. It's beautiful for any time or with any